everyone. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، نبدأ الآن مراسم حفل توزيع جوائز بطولة الغردقة 2013 للفيديو. Dear guests, now we start the distribution of prizes for the winners of Hurghada World Cup 2013. وأدعو بالتفضل بالدخول كل من السيد اللواء أركان حرب أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر. Mr. Jean-Claude Dupont, UNB President, رئيس الاتحاد الدولي للبليار. السيد الأستاذ أحمد سامح، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم. Mr. Wolfgang Newman, CEB President, رئيس الاتحاد الأوروبي للبليار. السيد الأستاذ حاتم زكريا، رئيس اللجنة المنظمة. السيد الأستاذ عمرو الخراطي، نائب رئيس الاتحاد المصري لألعاب البيليار. السيد الأستاذ فاروق البرقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي. السيد الأستاذ حسين الشريف، رئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي. السادة الحضور، مرحبا بكم في حفل ختام بطولة كأس العالم للغردقة 2013، ونستهل حفلنا بطابور عرض اللاعبين الفائزين. Dear guests, welcome to the closing ceremony of Hurghada World Cup 2013. Now the winners parade. Thank you.
فاز اللاعب فريدريك كولران من بلجيكا بالمركز الثالث. Third place winner from Belgium, فريدريك كولران. والسيد أستاذ عمرو الفرادي نائب رئيس الاتحاد المصري لألعاب البيليارد. فاز اللاعب تشوي سونغ وون من كوريا الجنوبية بالمركز الثالث. Third place winner from South Korea, Choi Sung Woon. السيد الأستاذ حسين الشريف رئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي. فاز اللاعب تايفون تاج دمير من تركيا بالمركز الثاني. Second place winner from Turkey, تايفون تاج دمير. كل من السيد الاستاذ احمد سامح رئيس مجلس اداره مؤسسه اخبار اليوم، والسيد الاستاذ فاروق البرقي نائب رئيس الاتحاد الدولي. فاز اللاعب ايدي بيركس من بلجيكا بالمركز الاول. The winner of Regatta World Cup 2013 from Belgium, ايدي بيركس. كل من السيد اللواء كابتن حرب احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر. And Mr. Jean-Claude Dupont, UNB President, رئيس الاتحاد الدولي للبليارد. السلام الوطني لبلجيكا، the national anthem of Belgium. That means a match of 40 points played in 7 innings
made by Eddie Merckx. The second prize, the same prize, is going to the best, highest run that has been made. And this year, this highest run has been made during the World Cup of Guri in Korea. The highest run was 24 and made by Mr. Jeremy Bubi.